ينضم إلينا مراسلنا جواد جوادي. جواد، إذن بالتزامن مع وجود الرئيس الأفغاني أشرف غاني في الولايات المتحدة، الطائرات الأمريكية قصفت مواقع لطالبان، ومعارك السيطرة على المديريات تتصاعد ما بين طالبان والحكومة الأفغانية. لو تجمل لنا الصورة في أفغانستان، إن كان سياسيا أو حتى عسكريا. نعم، نبدأ على الصعيد الميداني، حيث أن الطائرات الأمريكية وخلال الزيارة التي بالتزامن مع الزيارة التي يجريها القائد الأفغان والرئيس الأفغاني أشرف غني إلى واشنطن، نفذت عدة ضربات ضد تجمعات مسلحي حركة طالبان في شمال أفغانستان. الولايات المتحدة لم تتحدث رسميا حول هذه الضربات، ولكن مسؤولين ومصادر في السلطات الأفغانية بشمال أفغانستان قالوا بأن العشرات من عناصر الحركة لقوا مصرعهم في هذه الضربات. هذه الضربات شملت ولاية قندوز، مديريتين في ولاية قندوز، إحداها في مديرية خان أباد والأخرى في مديرية إمام صاحب، حيث لقي نحو 25 مسلحا من الحركة مصرعهم في ضربات جوية من الطائرات الأمريكية. طبعا نعلم أن الأمريكيون لم يشاركوا في أي هجمات او اي ضربات ضد المسلحي الحركه منذ عده اسابيع، وهذه هي المره الاولى التي يشن فيها الامريكيون ضربات ضد الحركه، والحركه من جانبها نددت بهذه الهجمات واعتبرت بان الغزاة، من وصفتهم بالغزاة، يتحملون المسؤوليه وعليهم التركيز على الانسحاب بدل التورط في الواقع الافغاني. الدخول الأمريكي على الخط هو دخول ربما مؤقت، إذ أن المسؤولين الأمريكيين خلال الفترة الماضية أكدوا بأن أي ضربات سيتم توجيهها للمجموعات المسلحة في أفغانستان ستكون بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي، وبعيد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان لن يتم توجيه أي ضربات ضد المسلحين، ولن يتم توجيه أي ضربات في أفغانستان. طبعا بالتزامن مع ذلك، فإن أصداء الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأفغاني لواشنطن ما تزال متواصلة. المسؤولون الأفغان ينظرون بإيجابية لهذه الزيارة والالتزامات التي أعلن عنها المسؤولون الأمريكيون، سواء طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس الأمريكي نحو أكثر من 3 مليارات دولار لدعم وتجهيز القوات الأفغانية ينظرون إليها بإيجابية، وهذه التزامات يؤكدون بأنها ستعمل على دعم الموقف الحكومي لمواجهة حركة طالبان، ولا سيما أن القوات الأمنية الأفغانية تعرضت لخسائر كبيرة في الفترة الماضية، والعديد من الولايات، نحن نتحدث بأكثر من 100 مديرية سقطت بأيدي مسلحي الحركة، والحكومة تحاول مواجهة ذلك. شكرا جزيلا لك جواد جوادي منكم.